طيب ما في احتياطات معينة مثلا بتاخديها أو بتعمليها عشان ما تتعرضيش لأي خطر أو أي أكيد إصابة طبعا وأنت في الجبل؟ أكيد طبعا. زي إيه؟ أولا في حاجة، أنا خدت كورس فيرست إيد، كويس، إسعافات أولية. إسعافات أولية، إن ده لازم بتبقى بنبقى عارفين إيه الأدوية اللي ممكن الواحد ياخدها معاه، إيه الحاجات اللي ممكن ياخدها معاه. طبعا مواهم الكسور، مواهم التوقات، وبطاطا الضغط، الحاجات دي كلها، الانتبيوتيك، المسكنات، المطهرات، المطهر المعوي، الحاجات، محلول الملح. وده اكبر خطر ممكن اي حد يتعرض له. ليه؟ الشمس. الشمس طبعا. الشمس ممكن تعمل ديهايدريشن في اي وقت. شرب الميه، شرب الميه شيء مفيد جدا، حتى لو مش عطشان اشرب المية. هي الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش الواحد يتخلى عنها أو يقول أصل الشنطة تقيلة فهخفف منها مية. لا لازم المية. طبعا المية أساسية. المية طبعا. ما نلمسش حاجة ما نعرفهاش. ليه؟ حتى لو نباتات. ممكن تبقى إيه؟ لا ما تضمنيش، هي ممكن تبقى إيه؟ يعني ممكن مثلا يكون ممكن في حاجة سامة مثلا؟ تعبان مثلا يتعب. لا هو بصي، وأنا أقول لك على حاجة بمنتهى الأمانة، أنا بالظبط يعني انا ابتديت هايك في 2015، من 2016 لحد الاسبوع اللي فات بهايك بشكل منتظم. في اوقات انا في 2018 عملت 52 هايك تشالنج، ان كنت بعمل، كنت كان في تشالنج عاملينه جماعه امريكان على الانستجرام كده، كويس، ان مين هيعمل 52 هايك، يعني هايك كل اسبوع في السنه. فكنت بهايك كل اسبوع، عمري ما شفت تعبان غير في وادي دجله. Yeah. بس كده مرة شفت تعبان تاني في طريقي، أول مرة رحت فيها، أصل أنا دايما مبختب أول مرة، أول مرة بالظبط لازم تتعقدي. أول مرة وأنا طالعة شفت تعبان وواحد بدأ يموته. وموته عشان عشان إحنا ما نخافش، عشان أنتوا ما تخافوش، غير كده هما كانوا هيهشوه. لا أصل بصي الكائنات دي ليها بيهيفير، تعرفي البيهيفير بتاعها، تتعاملي معاها تتعامل معاكي. أول حاجة في بيهيفير التعبين، سيبه في حاله، لا تأذيني ولا أذيك، سيبه في حاله. يعني أنا لو سبته مش هيأذيني؟ على فكرة فعلا لو سبتي التعبان هو ماشي كده، أنت ما جيتيش ناحيته، هيقرب لك ليه؟ هو مش شايفك أصلا، أنت مش في السلسلة الغذائية بتاعته عشان يقرب لك. هو مش هيعمل لك حاجة، لأن أنت بالنسبة له ممكن يرص إيه؟ لا هو هيبقى خايف منك. على فكرة إحنا فاهمين التعبين غلط، التعبين كائنات أليفة بتدافع. بالظبط كده، بتدافع. هو هيقرصك لو حس إنك مصدر خطر ليه. أوكي. غير كده مش هيقرب منك، سايبه في حاله، هيعمل لك إيه؟